شأن سوريا. ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي سيد أحمد فتحي. سيد أحمد أهلا بك. سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أعلنها بصراحة أن لواشنطن يد في تسليح المعارضة السورية بأسلحة حديثة. كيف تتوقع أن يكون الرد الأمريكي على هذا الموقف الروسي؟ الموقف الأمريكي ثابت ولم يتغير في شأن تسليح المعارضة السورية. الولايات المتحدة الأمريكية بقرار من الكونغرس منعت تزويد المعارضين بأي أسلحة قتالية، ولكن الأشياء الوحيدة التي يتم توريدها إليهم هي معدات الاتصال والمعونات الطبية الإنسانية. فأي حديث عن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة إلى المعارضة السورية بأسلحة هو كلام لا يوجد عليه أي دليل. فإذا كان للسيد رافروف أي يعني يوجد لديه مستندات تثبت هذا التزويد فليطرحها ونناقشها. ولكن على الجانب الآخر أن روسيا الاتحادية تزود النظام السوري بأسلحة قتالية، وعلى أنا يعني أنا أصدق السيد لافروف أن هذه الأسلحة لا يمكن استخدامها ضد المدنيين، ولكننا رأينا استخدام المدرعات والمدفعية الثقيلة وهذه الأسلحة لا تستخدم ضد المدنيين، ولكن نظام بشار الأسد القمعي استخدمها بكل بجاحة ضد شعبه، وهذه هي جزء من المشكلة. إذا كان لدى الثوار أسلحة دفاع شخصية فهي قوتها النيرانية لا تعادل. هل قوة نيران بندقية للقناصة تعادل قوة نيران دبابة مجنزرة؟ بكل تأكيد لا. طيب أستاذ أحمد، في المقابل يعني كما تعلم واشنطن أعلنت رفضها حضور إيران للمؤتمر الدولي الذي ستنظمه روسيا لبحث تسوية الأزمة السورية. يعني كيف ترى يعني أسباب هذا الرفض كما عللته واشنطن؟ إيران دولة خارجة على المنظومة الدولية، إيران دولة تحت العقوبات، إيران تمول الأحزاب والحركات المعارضة في أقطار أخرى في المنطقة العربية وفي دول الربيع العربي بشكل فج ومؤسف. فإيران هي جزء من المشكلة التي نواجهها الآن. لن نستطيع أن يتقبل المجتمع الدولي ولا الشعوب المحبة للسلام تدخل إيران، ونحن نرى ماذا تفعل إيران في المنطقة، ونرى إخلال إيران بكثير من المعاهدات الدولية، كما نراها أيضا وتورطها في العراق القطر المجاور لسوريا وتورطها في أقطار عربية أخرى. خرجت أخيرا دعوات غربية إلى جعل خطة عنان خطة إلزامية. برأيك كيف سيتم يعني إقرار ذلك وجعلها خطة إلزامية في ظل التدهور الأمني الحاصل في سوريا؟ هذا الإقرار لن يأتي من مجلس الأمن. كلنا نعلم أن إذا كان هناك إلزام عن طريق قرار من مجلس الأمن فلدينا الفيتو الروسي والصيني وتاريخه في وقت هذه المحاولات. النظام السوري يعيد تدوير القاذورات التي يلقيها على المجتمع الدولي أنه ملتزم بخطة عنان. خطة عنان تتحدث عن وقف العنف. نحن نرى العنف يتزايد كل يوم، نرى الأطفال يستخدمون كدروع بشرية، الشعب السوري يعاني تحت نظام بشار الأسد. أين الجزء الخاص ببدء المفاوضات السياسية بين الأطراف المتعددة؟ كيف يستطيع المجتمع الدولي أن يتعاطى مع النظام السوري وهو خارق لكل المعاهدات والمواثيق في هذا الاتجاه؟ عمدنا المحلل السياسي سيد أحمد فتحي، كنت معنا مباشرة من نيويورك. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.